السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناه ومبروك عواشركم، نتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي لكم واحد الحلوه اللي سهله سهله جدا، مكونات بسيطه وكتجي رائعه لا في المنظر ولا في المذاق. حلوه ديال التمر بدون فرن بالكركاع وهكا بالكوك، كتجي روعه البنات، صحيه ولذيذه بزاف، لذيذه لذيذه وسهله. كتوجد يعني في ظرف 10 ديال الدقائق. او بقاو معايا وشوفوا مقادير الطريقه ديال التحضير، فرجه ممتعه. وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم من جديد، وتبارطاجوا مع الاصدقاء ولا حبيت تعمل فائده وفرجه ممتعه. بسم الله. نبدا بالمقادير. المقادير اللي عندي بسيطه، عندي هنا 300 غرام ديال التمر، الا كان قاصح كتبخروه وكديروه هكا غير باليدين، الا كان رطب كطحنوه غير شويه. صافي انا كان عندي رطب طحنته، الا ما عندكمش طحانات كتبخروه شي واحد 10 ديال الدقائق صافي، كديروه الشوف فورشيتو كيولي هكا رطب. ولا كتشري الجاهز، انا ما كيعجبنيش اللي كيكون جاهز. عندي هنايا 100 غرام ديال الكركاع اللي هنمشتو هكذا، تقدروا تبدلوه باي مكسرات نتوما اللي كتعجب لكم، الكاوكاو او اللوز اللي بغيتو. عندي هنايا واحد معلقه صغيره ديال القرفه، واحد معلقه صغيره ديال الزبده تكون طريه، وشويه ديال الملح. صافي دابا غندوز للطريقه. كناخذ واحد الليمون كندير فيه هاد التمر، كنزيد عليه هذاك القرفه، كبصه ديال الملح اللي كدير التوازن ديال الحلاوه، كنزيدو داك المعلقه ديال الزبده. صافي كنحاول ندخل في هذاك العناصر. نديروها مزيان باش كتنسج معنا هاد المكونات. كنزيد هداك الكركاع والجوز وحتى كيسميه. صافي غادي ندخل كلشي في هاد الجوز مع هاد التمر. صافي ملي دخلت كلشي هداك العناصر، كناخدو هكا شويه كنديروهم هكا كويرات حجم اللي بغيتو نتوما، صغارين ولا كبارين هكذا. حلوه سهله وكتجي لذيذه وغنيه، هي فيها الكركاع فيها التمر. هاد الحلوى اللي كيكونوا هكذا بدون فرن ساهلين وكيجيو لذادين وفي نفس الوقت صحيين بعض المرات، اللي كيكون فيهم هكا مكسرات والكركاع عفوا والتمر. صافي غادي نستمر هكا حتى غادي نكمل. صافي ملي كملت الحوايج ديالي هكا كويرات، التزيين عندي هدي العسل، وعندي هنايا الكوك او جوز الهند. صافي كنرميهم هكا في العسل، كنسقطرهم هكذا، كنحط هكا في الكوك، كنفندها مزيان في الكوك. كندير هكا في الكويرتات وكنحطها. العسل كيدير لها واحد المذاق عاد اللي زوين، واحد التعليكه هذاك التمر داك الكركاع. الا كاينه غير وحده بحال هادي عند الفطور بارك علينا، فيتامينات يعني غنيه غنيه هكا زوين، حتى الاطفال الا كلاو غير وحده في الصباح يعني كما قويه وصحيه. صافي كنحطهم هكا في الكويرتات. صافي كنستمر هكذا، شفتو العملية ساهلة، ما كتاخدنا معنا شي وقت كتير ودغيا كتوجد. الا كيعجبو لكم هاد الحلاوة اللي كيكونو هكا صحيين بمكسرات وهكا، كتبوها لي في التعليق غادي نبقى نديرها لكم، لي عندكم عندي بزاف منهم.
غادي نستمر هكا حتى غادي نكمل غادي نطلق. ها هي البنات الحلوه ديالي ملي كملتها كي كتجي روعه، لا في المنظر ولا في المذاق، كتجي روعه البنات. كي كتجي كتحمر الوجه وكتجي لذيذه وصحيه كما شفتوا المكونين ديالها كلشي مصحيين، وكتجي معلكه. نحل لكم وحده كتجي معلكه يعني ما التمر وداك الكركاع، كتجي في هذاك التقرمشه ديال الكركاع مع هذاك الكوك الفوق، كتجي روعه البنات. نتمنى تجربوها وتعجب لكم، انا متاكده غتعجب لكم. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ولا حبش نعمل فائده، وديروا لايك للفيديو. شكرا بزاف على المشاهده حتى الفيديو. ان شاء الله، والسلام عليكم.